مبارك عليكم الشهر الفضيل. رمضانيات مع فريق تعاون هو شعارنا لهذا العام. العام الماضي كان إفطارنا مع المسنين بمختلف مناطق السلطنة. هذه السنة راح يكون إفطارنا مع مختلف فئات المجتمع والفرق. وأول إفطار راح يكون في ولاية إزكي مع الفرق الرياضية والأهالي. وبعدها إفطار مع مستخدمي فيسبوك، وأيضاً إفطار مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تابعونا على حسابات المؤسسة في التواصل الاجتماعي على الزهير_شوف.